عليكم بكل خير، أحييكم بأجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. انطلق شوطنا التاسع للإبكار الحقائق، ومن مسافة 3 كيلومترات وجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيكب. متابعينا الأعزاء، انطلقنا للإبكار، اندفعا ليزين أرضية هذا الميدان. متابعينا الأعزاء، أتقدم مباشرة مع المركز الأول كي يتقدم مع البداية ومع الصدارة الظبي لعمر بن محمد بن علي المري. من يقدم لنا الظبي مع المركز الأول؟ ثاني الأسماء، ثاني التحديات، مبعدة مع المركز الثاني لعبد الرحمن بن عبد الله بن علي المري. من يقدم لنا مبعدة على ثاني الأسماء؟ المركز الثالث شكالة مع المركز الثالث، شكالة مع المركز الثالث لراشد بن راشد بن حسين بن ناصر العجمي. من يقدم لنا شكالة على ثالث الأسماء؟ المركز الرابع، رابع التحديات ورابع الأسماء، من تنطلق من الجانب الآخر؟ شودة مع المركز الرابع، شودة مع المركز الرابع لسالم بن حمد بن عبد الله المري. من يقدم لنا شودة على رابع الأسماء؟ خامس التحديات، فراعة مع المركز الخامس لعلي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح. من يقدم لنا فراعة مع المركز الخامس؟ ولكن أعود مع البداية، أعود مع المركز الأول، مبعدة مع المركز الأول، مبعدة مع الصدارة عبد الرحمن بن عبد الله بن علي المري. من يقدم لنا مبعدة مع البداية ومع المركز الأول؟ ثاني الأسماء، ثاني التحديات، الظبي مع المركز الثاني عمر بن محمد بن علي الغفراني المري. من يقدم لنا الظبي على ثاني الأسماء؟ المركز الثالث، ثالث التحديات وثالث الشعارات، تتقدم فيه شكالة مع المركز الثالث لراشد بن راشد بن حسين بن ناصر العجمي. من يقدم لنا شكالة على ثالث الأسماء؟ المركز الرابع، رابع التحديات، فراعة مع المركز الرابع علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح. من يقدم لنا فراعة مع المركز الرابع؟ خامس الأسماء، خامس التحديات، من تدخل مع المركز الخامس تصل فيه الاتحادية سالم بن عبد الله بن جار الله المري. ولكن أعود مع شعار شاهين، شعار شاهين صاحب الشوط الرئيسي. الله، المركز الأول، المركز الأول والبداية والتحدي والإثارة مع الظبي، الظبي مع المركز الأول، الاتحادية وفراعة، الاتحادية وفراعة، الظبي والاتحادية، ثلاثة أسماء، ثلاثة شعارات، الناموس يحتار. الظبي مع المركز الأول، هل تحافظ على هذا المركز أم للاتحادية رأي آخر أو فراعة؟ الله 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 الله، الأمتار الأخيرة، اللاند كروزر البيك أب. الله، غيرت الاتحادية، غيرت مع المركز الأول، فراعة والاتحادية، فراعة والاتحادية، الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة، فراعة فراعة، علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح الاتحادية مع المركز الثاني سالم بن عبد الله بن جار الله المري. الله 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 الله، فراعة والاتحادية، ولكن وصلت مع المركز الثالث، شكالة 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 مع المركز الثالث، ولكن فراعة غادرت بالناموس، غادرت باللاند كروزر. الله، فراعة في كل مكان وزمان، شكالة العجمي قادمة مع المركز الثاني، فراعة مع المركز الأول، فراعة مع البداية علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح. من قدم لنا فراعة في هذا المساء؟ سلام يا راعي فراعة، يا مالك فراعة، على هذا التميز، على هذا الإبداع في هذا المساء المثير. فراعة مع اللاند كروزر، فراعة مع الانتصار، فراعة في كل مكان وزمان. تهانينا والناموس لمالك فراعة علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح، من اختطفت هذا الشوط، واللاند كروزر المركز الثاني وصلت فيه شكالة مع المركز الثاني لراشد بن راشد بن حسين بن ناصر العجمي، مع المركز الثاني ثالث الأسماء، ثالث الاتحادية مع المركز الثالث سالم بن عبد الله بن جار الله المري. المركز الرابع بروك لسالم بن جابر بن علي الزبدان المري. المركز الخامس
المركز الخامس مغزى لحمد بن راشد بن حمد البريدي الماريكانينا والناموس لمالك فراعة علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح من اقتطفت هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الانتصار وعلى هذا الفوز. واللاند كروزر غادرت بفراعة 4:22 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس يا مالك فراعة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت فيه شكالة لراشد بن راشد بن حسين بن ناصر العجمي توقيت زمني 4:23 47 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث ثالث الأسماء وصلت فيه اتحادية لسالم بن عبد الله بن جار الله المري 4:25:59 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.